عليهم الملائكة الذين يصلون على محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هنيئا لأولئك الذين يصلون عليه عدد الأنفاس، وإذا رفعوا الأكف ليدعوا الله انشغلوا بالصلاة على رسول الله ولم يسألوا الله شيئا لانشغالهم بالصلاة، جائزتهم تكفى همومهم وتغفر ذنوبهم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمهما الله، يقول: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل أو ليكثر. تريد الكثرة من الملائكة أن تستغفر لك؟ إذا توقف لسانك توقف.